supportul und das mit separaten haben wir und haben meine Hausaufgabe. Und jetzt habt ihr die Video da und behandeln Hausaufgabe. اللي احنا خدناه اخر مره في الاربعه صفوف في الكتاب الابيض والاسود. احنا خدنا اول صفحه دي، كان مطلوب مننا ان احنا نوصل بس ونكمل رسمه ونكتب النعم بتاعت كل حاجه، داس لينيال، تي ماوس، تركوله، كولي، تسبوخ، تي بوبه. والصفحه الثانيه اللي هي اين اوند زيشتسيش، كان مطلوب مننا نكون برضو الرسمه نكملها ونكتب الاسم، دير بلاشتيفت، دي شولتاشا، دير بال، داس هاف. كان عندنا برضو فونف اوند زيشتسيش، عندنا هاوس اوف جابه، كنا عايزين نكون جمله على كل واحد بيقول ان اللعبه دي بتاعته او الحاجه دي بتاعته، بس كنا عايزين نحط ستيكرز من ورا على الحاجات دي، طبعا مش هحطوها، انتوا هتحطوها من ورا. هنكون جمله كلهم بيبتدوا بداس ايست، داس ايست، واقول الحاجه ماين او مايني على حسب الارتيكل بتاعت الكلمه، مثلا داس ايست ماين لينيال، داس ايست ماين بلاشتيفت، داس ايست مايني بوبه، داس ايست مايني ماوس، داس ايست مايني شولتاشه، داس ايست ماين كولي، داس ايست ماين بوخ، داس ايست ماين بال، داس ايست ماين هفت. Und diese Seite برضو auch Seite 64 كانت Hausaufgabe. طبعا انا ما قلتهاش لان كان كل واحد هيرسم 29 الادوات بتاعته اللي عنده او الالعاب اللي عنده اللي زي انا، وهيكتب عليها اسمائها بالارتيكل طبعا، وهيلونها بالالوان اللي هو عايزها. داس ايست دي هاوس اوف جابه، وده كان الهاوس اوف جابه بتاعته. احنا دلوقتي هنعمل عين شنينا بيدربلو مراجعه كده سريعه عن الكلمات بس بطريقه ثانيه. بطريقه ان انا قبل كده خدت درس دي فارفل صح؟ الدي فارفل خدناها يعني الوان، ودلوقتي احنا خدنا درس دي شغل زخن، الادوات اللي عمال تاخدها معاها المدرسه ومعاها حل شفيل زخن حبه العاب. انا دلوقتي عايزه ادخل الدرسين مع بعض، يعني هدخل الالوان في الدرس ده. طبعا الزايت دي بوكلت هي زايت 12. احنا عملنا الصفحه دي قبل كده، انا جايبها لي، انا عايزه صور الحاجه بالالوان بتاعتها عشان اعلمكم نكون عليها ازاي جمله. انا بتكلم على الجزء ده بس، احنا خلاص وصلناه. عايزه الصور دي اكون عليها جمله، هقول لكم بيرد زيتس كونوا جمل على الحاجات دي. مثلا اول حاجه عندي اللي هو دي ماوس، دي ماوس اللي هو قلنا الفار. لونه ايه؟ لونه جراي اللي احنا خدناه اسمه غاو. فانا هقول ان الفار ده بتاعي، هقول ماين ولا مايني؟ هقول ماين، لان كلمه ماوس ادتها دي. ماين ماوس اسم يكون غاو، لونه ايه؟ لونه غير غير يعني. أنا دلوقتي كونت جملة فيها الكلمات بتاعة الدرس بتاعتي الفورتر، حطيت قبليها ماين أو مايني علشان أبين أنا فاهمة إمتى ماين وإمتى مايني. حطيت معاهم درس الألوان عشان أنا لسه مذاكر درس الألوان لسه في بالي، وحطيت في النص إيست اللي هو عارفينه اللي هو فيرب تو بي يكون. الهفت هو الهفت المفروض إن هي كان لونها يعني بلاو وزرقاء، بس الألوان في البوكلت فاتحة شوية، فأنا هعتبرها بلاو. هقول ماي هفت، ليه قلت ماي؟ لأن الهفت قالتها داس، اخترت ماي بس مش ماي. إيست بلاو هي لونها زرقاء، كونت جملة بين الاثنين، الدرس اللي فات دي فارفل والدرس ده. ده بلاشتيفت كان أداته دير، يبقى ماين ولا مايني؟ ماين، ماين بلاشتيفت است ايه؟ كان لونه جلد، است جلد. وده ست بوبا، البوبا كانت لابسه فستان غوط احمر وكان شعرها غامق بني.
und قلنا زي انت und بس اولها يو und يعني واحد rot und braun لونها احمر وبني. بعد كده وصلنا للسبوخ الكتاب الكتاب لونه ايه؟ اخضر هون هقول على البوخ ماي ولا ماي لا هقول ماي بوخ مش ماي ماي لان البوخ قالته بس هقول اسم يكون لونه اخضر جيت هنا عند الشبيتزا البرايه هقول ماي ولا ماي هقول ماي الشبيتزا البرايه اللي اخذتها دي هقول ماي بس ايست هتكون لونها ايه؟ جلد ايست جلد لونها اصفر بنتي شغلت بيتي ديز زيتسر ممكن تكتب معايا ديز زيتسر شنال طب انتي شكلنا ديز زيتسر او سلوشن احنا كده خلاص كتبنا الجمل بتاعتنا معايا كان ناقص بس مين الشهور 10 والانيار شهور 10 بدل هاتي هقول ماين ولا ماين هقول ماين شهور 10 شنطتي ايست لونها ونجيب الوان موجوده فيها هو كان فيها كون وجلد بلاو ممكن اقول غرون اونت جلد كان لونها اخضر واصفر اخر حاجه عندي لينيار لينيار عددها بس هتاخد ماين ولا ماين هتاخد ماين ماين لينيار ايست تكون هي لونها ايه اصفر جلد احنا كده عملنا كده غرون اينشتاين كده غرون مراجعة على اللي فات بكلمات الدرس ده كلمات الدرس انت عارفه ان الاولاد وعرفنا ازاي نعمل بيل ديزيتس نكون جمل شغلت بيتي ديزيتس تكون كده معايا شكل اقدر ان انا اقولها على سلوشن Das ist 54 und das ist 55. احنا على طول كنا بناخد الصفحتين دول ازاي؟ دي كانت بتبقى ليزن بنقراها وبنشوف الكلمات الجديده لو فيها كلمات جديده او الدرس متطبق عليها ازاي؟ واللي دي هومور لابور، هومور لابور دي كانت زي قصه كده مضحكه بنحاول نشوف صورها ونقرا الكلمات بتاعتها بيبقى فيها تطبيق شويه من الدرس بس بتبقى فيها ضحك في الاخر. احنا دلوقتي هنبتدي مت زايد فيا اوند فونفتسيش اللي هي كانت ليزن فبيت اوفنت مت مير دي زايد ونحاول نقراها مع بعض. ام انفان شاو مال دي بيلدر ان نبص على الصور اوند فيرزوخت zu verstehen, هنحاول نفهم الكلام قبل ما نقراه. دان انا هاخد دي غسته das erste Bild دي قطة ومعاها أقلام وبراية وكانت بتبريهم قالت das ist mein Spitzer Spitzer جه بعدي قبليها mein مش meine وقلنا das ist مش هبص عليها خالص das ist يعني هذه تكون أو هذا يكون هنا الهوند الكلب ده قال لنا إيه das sind meine Spielsachen Spielsachen يعني دي ايه العابي بصوا دي العابي خدت بالكم من ايست وزيند احنا خدناهم في الترم الاولاني ده verb to be verb يكون ايست بيبقى مع الحاجة الواحدة المفرد وزيند بيبقى مع الحاجة الجمع ايست وزيند المفرد singular وزيند plural الجمع هنا الهوند ده ماسك بال في ايده ولابس على عينيه بغلة نضارة قال das sind mein Ball und meine Brille meine Brille أو Brille
ist rot. قال دي كورتي ودي نضارتي. خلي بالكو ان نضارتي حمراء. خدتوا بالكو؟ اختت بيتر. احنا قلنا هنا meine Brille ist rot زي الجمل اللي احنا لسه مكونينها دلوقتي في البوكلت. كلمة قبليها ماين او ماينة، معاها فيرب زاين، فيرب تو بي يكون، وبعد كده اللون بتاعها. انا كده هقدر اطبق الجملة دي على اي حاجة من ادواتي. انا فاكرين لما كنت بسألكو فير هات غوت، مين مع اللون الغوت، فير هات بلاو، هنطبق كده على ادواتنا احنا. اللي عنده مثلا لينيال لونها جلب هيقول ماين لينيال است جلب. نحاول بقى نطبق كل ده على الادوات اللي معانا في شنطتنا. هنا الماوس ماسك الماوس بتاع الكمبيوتر وبيقول ماينه ماوس اوند ايش، الماوس بتاعي وانا. وان هنا داس ايست ماين بلايستيفت، القطه بتقول ان ده القلم بتاعي، بلايستيفت تجي قبلها ماين. والكلب ده قال داس ايست ماين بوخ، ده كتابي. خدتوا بالكم البوخ جه بقى قبلها ماين. داس ايست ايه ديزي سايزر. هنقلب فونف اون فونف تسيش. اول حاجه كنا بنعملها في الزعايت دي كنت بقول لكم شاو مال بيتر ديا دي بيلا ان. بص كده على كل صوره فرزوخت بيتر ديز بيلا تسفرشتين. هنحاول نفهم الصوره كانت عايزه تقول ايه. انا بقى هوريكم فيديو دلوقتي يحكي القصه دي. شاو مال بيتر شاو مال دي بيلا. بص كده على الصور هنشوف الفيديو. نوبال دي دي أربع صفحات اللي احنا فاتحينها. فرزوخت بيتا دي زي زيتس تسو. لازم هنقعد بقى نقرا الزيتس دي حصل فيها ايه. هو طبعا بينو شاف زميلته سارة حب يسلم عليها، بس هو بيسلم عليها راحت كعبل ووقع في الارض. سارة كان معاها بوخ وهفت، هفت بلاو وبوخ كون، كتاب اخضر وهفت بلاو. على هير است داين بوخ اند داين هفت. اتفضلي يا سارة كتابك اهو وكراستك اهي. داين كتابك انت، كانها قال لها يور بوك. بعد كده انشولدج. فاكرين لما كنا بنقول انشولدجونج؟ انشولدجونج لما ايه احب اعتذر اقول سوري يعني. بعد كده قعدوا بياكلوا مع بعض كيكس، معاها كيكس. قال لها ايش معك ايش معك كيكس، وقعدوا ياكلوا مع بعض. خدتوا بالكم بس من اهم حاجه هنا؟ هي است تفضلي داين بوخ اند داين هفت. ده است جنوك في هوت. انا بس هقول لكم على الهاوس اوف دابل اللي في الكتاب بتاعنا. اللي هو الكوتس الابرايتس فوق الكتاب الابيض والاسود. Schreibt mir hier diese Seite, 2 und 60, 6 und 60, 70, 71, wie in Arbeitsbuch, der Andi in Objektur ist. Schau mal bitte, nehmen wir hin. أنا عندي هنا بنو مامته واقفة. زوخي بنوس شول زخن. وند ماركيرة.
sie, was sagt Bennos Mutter, was sagt Benno. Wenn Mamto بتقول له wo ist deine Schultasche, schantetak انت فين, راح قال لها meine schantetti ist da. فاكرين ist da؟ لما خدنا في الترم الأولاني لما بخش بسأل مين موجود ومين مش موجود. wo ist da؟ مين موجود؟ wer ist da؟ مين موجود؟ wer ist nicht da؟ فاست ده يعني ايه موجود هنا. احنا بقى هنعمل على ادوات بينه كل الجمل زي الجملة دي بالزبط. هو قال ميني شلطرشي استدعى شنطتي هنا هي. ناقص ان هو يقول على الهفت والبلايشتيفت والكولي واللينيال والبوخ. هيقول ماين هفت استدعى ماين بلايشتيفت استدعى وهكذا. هنكمل دول بالجمل. Die zweite Seite kennt 66. 66. Nein, diese Seite. 66. Was spielst du, spielst du gerne? Zeichne dein Raumspielzeug. هنرسم هنا بقى. المرة اللي فاتت احنا رسمنا حاجة من أدوات المدرسة بتاعتنا. احنا هنا هنرسم حاجة من اللعب بتاعتنا. وهنكتب تحتها اسمنا. هنختار بقى يا البال يا البوبا يا الماوس اي حاجة. نكتب عليها اسمها طبعا الكلمة ميد الارتكل بالارتكل بتاعتها. Und diese Seiten kennen 71. طبعا ده بناخده كل مرة ان احنا بنحاول نكتب تاني الكلمات علشان نحاول نعرف السبيلنج بتاعها البوخش تعبان بتاعتها. Das ist genug für heute und tschüss.